والآن مع أبرز الأخبار الرياضية في التقرير الآتي. اعتمد الاتحاد الكويتي لكرة القدم قراراً بتسجيل الأندية 4 لاعبين أجانب خلال المباراة الواحدة، مع السماح لمشاركة لاعبين 2 فقط داخل الملعب بدلاً من 3 كما كان مطبقاً الموسم الماضي. شن السيد كارلوس دونغا مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم هجوماً لاذعاً على حكام مباراة بلادي ضد البيرو في بطولة كوبا أمريكا، والتي خسرها بهدف دون رد جاء من لمسة يد، وخرج على إثرها من البطولة من الدور الأول لأول مرة في تاريخ البرازيل منذ استحداث النظام الجديد للبطولة عام 1993. تترقب الجماهير الرياضية الظهور الأول للمنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو في بطولة أورو 2016 عندما تلاقي أيسلندا يوم غد الثلاثاء في الساعة 10 مساءً. بعد اعتراف البرلمان الألماني بجرائم تركيا ضد الأرمن، ارتدت منطقة برج حمود في شمال بيروت والتي يقطنها الأرمن العلم الألماني تشجيعاً للمانشافت والذي يشارك حالياً في يورو 2016.